أسباب تقوش هي اللي يبان تلقوا قارة الدنيا آخرة بقى وحاوينا الإقبال على الله سبحانه وتعالى أدونك إلهي حقي سين وشيستو وإلهي وكو قابل قلبي سيح ابنه سيح نولشي صورة منا إن قطو نولل إلهي سبحانه وتعالى رالي قليني سيح إنو أدونك نقضم دي إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسن ونول سيدو إلهي كدوناي قادنا يا أمرد إلهي كتغيو كفغان يا وحكستو إلهي سبحانه وتعالى وديدي أقبل يا أو يالي أحكام تا إلهي دمان تيدبع هذا وافق ده هو دي سي الدوخ يا دونست نفتيس يا هدي أي خلاف طبع أيها المسلمون عباد الله قول درد إيا نلشحن أرنت أوين صابت أواهي أدوية دا إنت اللي تشوغو آخرنا إلهي عذاب كيسا صببتا والإعراض عن الله وعن دينه أدوان كوينو كتشيستو إلهي سبحانه وتعالى إلهي الدين تيسا أدوان كوينو كتشيستو وهو ديدو أقبل وايو أمر رد إلهي وهو قنسمي وايو نوعي دا كيسا الشدا سوحا أدرا الإعراض عن أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما قف كوينو كتشيستو واحد دين تأصل أساسه وهدين لو يقفكو نقونا يقف المسلم هين ومسلمين مدي سواي كحران تهي إنو كتشيست برشده إنو كتشيست الرومين تهدي الرعيس تهدي إنو كتشيست تعايل كيدا إيا محبة ديدا نوعية كلافة ربضان باكسي هو سيئ وهي كمي تهي قفكو إنو كتشيست وحيابها إلهي وكواتي بيه إسلام نمضي يعني كحرنان ببرشدو ده فولين تودي يكو عمل فالكو دي يدغنقلين تودي إنو كتشيستو سنياشا إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي أدوانكو إلهي هدو أقود دوادو درجة سرينوكو قادا أيو أيها المسلمون عباد الله ما دام أوياهي عراد كاما تشيس الشد النوع عاسياهي مدهاليست النوع عاسيا حمبارسا وفك إلهي كتاب كيس آخريا وحكوار كيا آية القرآن وتربضا وأدومها إلهي أقدقا إيا إنا نقضان كوى إلهي كسي تشيدا كوى إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا برشدادا اسكو حكم كيدا كوداقا كيدا يوهو قانسا كيدا إيا نرشا إن لغو صلايا كسي تشيدا ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وبكتابه ودينه ولماذا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا قونت أوله إلهي الرميي رسولك الرميي دين الإسلام الرميي وناقو دمين كتيرو في إقبال العبد على الله أدوان كوينو إلهي قابل سبحانه وتعالى وقلبي قيسو نغضو مد إلهي سيدا ميستران الرميسان وحد اليقين قاري إنو قلبي قيسو نغضو مد إلهي حسوسا وربي سبحانه وتعالى أن إلا بن مد إلهي أمهد نقا ونعم كإلهي أن ضفرين مد إلهي تعالى وينين إياه مد إلهي سبحانه وتعالى كحشون إياه مد إلهي عابد إياه كأنه يراه سيدو أركوك لك هديك لنا إساق ومر والبا يقينسا إلهي سبحانه وتعالى إنو أركي إن أدونكو إلهي سبحانه وتعالى وكو قابل بجميع جوارحه وحبنيه صورة مياه النقدان مستسلمات لله رب العالمين منقادات له كو إلهي سبحانه وتعالى وهو قانسا ورب سبحانه وتعالى هي نؤه إنو أدونكو إلهي كو قابله وحكستو إلهي رالي قلنائيه وحكستو إلهي كعريسين ينلشي سوكه فوق ديراده إنا أرنتا ستهاي أرنتا لغو قادو نلش ونأكسن الراحة نبتا دوية دين تلتشوغ آخرنا لغو قادو إلهي نعيم كيس دي تالغة تغو لغو بدلو إن إلهي لغة چيستو دين تيس لغة چيستو أدوان كقلبي قيسو نقدم دي إلهي كچيده وحبنيسو أي نقدان كو خلافسن أمرد إلهي
إن أنت استعيت نلاش حن صوابته وهلك نلاش حما يكبل عبنته يواجد وكبريه وحدا الرازي رحمه الله مطلع الخيرات وعنوان السعادات هو الإقبال على الله تعالى هل كواجا خير كودم وكبريه وكبل عمه على مدي أستان وآه نلول ونكسن دمان تدبع والإقبال على الله وإنه أدونك إلهي قابل سبحانه وتعالى سيدا ما يسترن ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الإعراض عن الله هل كاي كبل أمان آفوين كي مصائب تعدمي إذا أدونك قلبي كقد عدي من حملاك لك قد عدن ولا شيء الدنيا متكو أصيبتا يا آخرة متكو هبستبع ورأس المخافات وحلالية وحديبية لقب قودن وحمد حواهي هو الإعراض عن الله وإنه أدونك إلهي كتشيستو والبعد عن طاعته وإلهي سبحانه وتعالى يليتان كيسية كامر قادة شديسة وكف قاده والاجتناب عن خدمته إلهي أشقين تيسة يفل انت أمر ردي سنة متكفقوا نقضه وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى أدونك إنه الله بتعليل كالدريمه يا ورور يا والبهار يا مروق كفرا لقيا بأسباب تيدرين عنو قرار هاي ونلاشو عود دمي ويدو إساقوا هايستا وحي بني آدم كن راحاو يقانين عدن سبب تأوه إنا رنتاسي عيلا دهاي وإنو أدونك إلهي سبحانه وتعالى وكتشيستو وتعلق القلب بغيري أدونك قلبي سورة ونغضمت كاللالا دو كحرا إلهي سبحانه وتعالى عدان هاي وكم إذا مخلوقاتك والغفلة عن ذكره يا دون كوينو النقضه إلهي حسوس نانتي سي حسكي سميد موغن ومحبة سواه وإلهي عيدانه انتعال محبة إلهي مدلمده أما مدو كسر ري سبا أما بس محبة صابق النقطين وأمرك إلهي خلافه وحي إلهي أدري أضيعه وحي إلهي سبحانه وتعالى أدري دينه السمائية تعالك الشيقة سوق بأوقي فإنما نحب شيئا غير الله عذب به قفك شيئا إلهي هين تعالى تعالى شرعي هين وكوين الشيقين أي كمديهين شيقا لفتي سأيال لقو عذابه وسجن قلبه في محبة ذلك قلبه سنوح نقضى مد تلك محبة شيقا وهي كحرا وكحرا إلهي سبحانه وتعالى يا الإقبال على الله يا الديار قروق الدار الآخرة يا أصحي قاد الشدى لكلنك إلهي سبحانه وتعالى فما في الأرض أشقى منه أدونكم مركو صدى النقضة مد إلهي كسي تشيدة مخلوقات كانوا تشيدة حقو دو تشيدة مد إلهي اسكي اللابي مخلوقات هذا الهيا مد إلهي سبحانه وتعالى تعال كهدين وتعلاده مخلوق تعالى ضي مركو درجدا سيغارو و خو نكونيا ميد دولك دوشيسان و جوجين ميد اسغا كليبان يا غول درن او اسا كنولل خمي ولا اكسف بالا سديحو مدوبادا ما قرحدو اي قلوبته مدوباتا و خو نكونيا كددكا او قلبي مدوباد وين بو نكونيا دونكاس ولا انكد عيشا ولا اتعب قلبا وحو نقول يا ميدان نولك جوغين من إساء كنول الحن إساء قول ما لا دوية نوع والبهايستة وأيو حق راحة دبتاء ينولش في عن حقيقة دا وحي سابي وكمقن والإقبال على الله ومحبة الله والإكثار من ذكر الله والاستسلام لرب العالمين والانقياد لأوامره وقبول أحكامه ولا أتعب قلبا وحو نقول قفك قلبي جيس نبات هذا أبدني أي هاي سطح أيها المسلمون عباد الله الدوم هو الله بنوع كوي عراد كأي تيس شدا سكشرة وهذا نانس أجين بق وكو قدران كواسي تاسين وحي سابتا وضد حنين مدوين كسيف وقادان يكو حال دا كشرة لكن إصدر إنسان وقلبي جود مربو وعنانا نيو أولور تشين أيو حال دا سين كسر نقدان وإلهي سبحانه وتعالى إقابلان إلهي دينتي سنائيالان
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من المقبلين على الله، وأن يبعدنا عن الإعراض عن الله وعن دينه وأوامره ونواهيه وأحكامه وشرائعه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.